أكبر غلطة غلطها الرئيس صدام حسين ما نسف شيء اسمه مراجع وحوزات وكل هذه القاذورات اللي اسمها معممين واللي يدعون حبهم لآل البيت وهم من أبناء الحسين وعلي. هذول الحثالات لو كنت يا صدام حسين دايسهم ومرجعهم للمنهولات والسبتتنقات اللي طلعوا من عدها كان لليوم أنت حاكم ولليوم العراق اسمه عظيم ولليوم العراق بيقوته ولليوم العراق بيرجاله. بس يا للأسف يا صدام حسين ما سمعت كلام اللي كانوا يقولوا لك هذول قنبلة موقوتة موجودة في العراق وتخلص منهم.